بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الطلبة أسعد الله أوقاتكم بكل خير نرحب بكم في الخدمات المساندة في قسم العلاج الوظيفي وعنوان الدرس لهذا اليوم مهارات الكتابة للأشكال الهندسية هيا نتعلم الأهداف المتوقعة منك عزيز الطالب في هذا الدرس واحد التعرف على مهارات ما قبل الكتابة للأشكال الهندسية واثنين التدريب على الأشكال الهندسية فهيا نتعلم أولا عزيز الطالب لا بد أن نعرف الأشكال الهندسية فنلاحظ هنا صور ما هذه الصور أو هذه صور لأشكال الهندسية ما هي الشكل الهندسي الظاهر في الصورة فكر معي عزيزي الطالب: يوجد هنا ساعة، إنها ساعة، وهنا نظارات، نظارات، وهنا قمر، قمر، إنها أشكال دائرية، هذه أشكال دائرية، إذاً هذه الساعة على شكل دائرة، إنها دائرية، وهنا نظارات، نظارات تكون دائرية، وهنا قمر دائري إنه قمر أحبة الطلبة يوجد لدينا هنا صورتان ما وجه الشبه بينهما من حيث الشكل ما وجه الشبه بينهما من حيث الشكل نعم إنهما مثلث إنهما شكلهما مثلث هنا مثلث هذا مثلث وهذه قطع جبن قطع جبن شكلها مثلث، إذًا هنا في الصورة يوجد لدينا مثلث، إنه مثلث، ويوجد هنا أمامنا صورتان، ما الشكل الموجود أمامنا؟ فلنفكّر، إنه شباك، شباك، وهنا يوجد لدينا شكل، إنه شكل مربع. إذا هذا مربع وهنا ثانيا عزيزي الطالب سوف نتعلم تقليد الأشكال الهندسية أن نقلد رسم الأشكال الهندسية من الدائرة والمربع والمثلث فهنا يوجد أمامنا صورة دائرة أو رسمة دائرة هيا نقلد هذه الرسمة قلد معي في كتابة الدائرة اذا رسمنا هنا دائره وقمنا باعاده رسم الدائره هنا رسمنا دائره وقمنا باعاده رسمها ايضا يوجد لدينا هنا ماذا مربع هذا مربع اعد كتابه رسم المربع اعد كتابه رسم المربع كما هو مبين امامنا احسنت عزيز الطالب وهنا في الصوره مثلث إنه مثلث قم بنسخ المثلث ممتاز هنا مثلث وهنا مثلث قد قمنا بنسخ المثلث بنفس الشكل أحسنتم أحبة الطلبة ثالثا عزيز الطالب لنتعلم رسم الأشكال الهندسية نرسمها من خلال تتبع النقاط نرسم على النقاط فهنا نقاط تشكل دائرة وهنا نقاط تشكل مربع وهنا تشكل مثلث قم عزيز الطالب بتتبع النقاط لكي نرسم الدائره احسنتم وهنا نرسم المربع وهنا نرسم المثلث اذا تعلمنا هنا رسم الدائره والمربع والمثلث فوق النقاط وتتبعنا النقاط ايضا أحبتي الطلبة، لابد أن نرسم الأشكال الهندسية على الورق، نرسم الأشكال الهندسية على الورق، فهنا دائرة، ارسم دائرة على الورقة، هيا قم برسم الدائرة على الورقة، وهنا مربع، وهنا مربع، قم بنسخ المربع على الورقة، وهنا مثلث، قم بنسخ المثلث على الورقة، هيا أحبتي الطلبة وهنا أحبات الطلبة هيا نرسم دائرة قم برسم الدائرة لوحدك عزيز الطالب على الورقة هيا نرسم دائرة أحسنتم يا أحبات الطلبة وهنا نرسم مربع نرسم مربع أحسنتم أحبات الطلبة أيضا نرسم هنا مثلث هيا قم برسم المثلث لوحدك أحسنت إنه مثلث أحسنتم، لنتعلم على رسم الدائرة، هذه حافلة، هذه حافلة، ويوجد هنا إطار الحافلة، ما شكل الإطار على الحافلة؟ دائرة، نعم إنه شكل دائري، وهنا يوجد شكل دائرة على نقاط متقطعة، قم برسم هذه النقاط، هيا أحسنت وهنا أحسنت هنا قم برسم الإطار لوحدك إنه دائرة أحسنتم أحبات الطلبة وهنا نرسم أيضا عجلات الحافلة على شكل دائري أحبات الطلبة هيا نرسم مربع لنقم برسم المربع يوجد لدينا هنا نقاط متقطعة تكون لنا الشكل الهندسي المربع فهيا نكتب على هذه النقاط لنرسم المربع احسنتم قم بنسخ برسم المربع على الاشكال المتبقيه احسنتم هنا مربع وايضا هنا مربع وهنا مربع أحسنتم يا أحبات الطلبة وهنا أحبات الطلبة أيضا نتعلم على تمارين رسم المثلث تمارين رسم المثلث فهنا نقاط متقطعة للمثلث قم عزيز الطالب بتتبع النقاط لتكوين المثلث كما نشاهد وهنا مثلث إذا هذا مثلث أيضا أحبات الطلبة تمرين آخر للتدريب على الأشكال الهندسية، ماذا يوجد أمامنا في الصورة؟ يوجد لدينا منزل، يوجد لدينا منزل، ما هذا الشكل الهندسي الموجود أمامنا؟ هل هو دائرة أم مربع أم مثلث؟ دائرة، إنه ليس دائري، ليس بشكل دائرة، إنه مربع، أحسنتم يا أحبتي، إنه مربع. إذا هذا شكل مربع، أيضا ماذا نلاحظ على هذا الشكل؟ فكّر معي هل هو مربع أم دائري؟ لا إنه ليس مربع وليس دائري، إذا إنه مثلث مثلث هذا مثلث وهنا ماذا يوجد أمامنا؟ يوجد لدينا شكل دائري، هذه دائرة، هذه دائره نلاحظ شكل الدائره اذا هذا مثال على الاشكال الهندسيه وهنا احبات الطلبه تعلمنا في هذا الدرس على التعلم على مهارات ما قبل الكتابه للاشكال الهندسيه وتعلمنا شكل المربع والمثلث والدائره الرجاء من الطلبه التدرب على الاشكال الهندسيه والى اللقاء في درس اخر من دروس العلاج الوظيفي الى اللقاء